مسارات الدعم أي. القطاع الزراعي من تجي الآن تشوفها متعددة. إحنا من باوع من زاويتنا مثلا أكو مزارع هو علاقته بالقطاع الزراعي فقط ينتج حنطة زين. فمثلا هذا ما أقدر أعمم عليه أنه أنا في نفس الوقت اللي في نفس الوقت اللي طيته منظومة زين. أنا في هذا الوقت أنا طيت علف بذي قار نعم. دعفت دعم المن نعم. لمربي الأبقار نعم. والماشية في ذي قار أو في البصرة أو نعم. في ميسان دعمتهم بالأعلاف. في نفس الوقت أنا مثلا دعمت في مكان آخر أعطيت بذور طيب. دعم بذور طيب. فلذلك الدعم مختلف وحسب طبيعة أهداف الوزارة وين رايحة الآن مثل يعني ما حسب قلنا. الخطة نعم. الوزارية نعم. بذور دعم مدعومة أي. منظومات مدعومة أعلاف مدعومة أعلاف مدعومة سواء للأبقار للماشية وللدواجن زين. أنت من تستلم الآن تستلم الذرة تستلمها من المزارع نعم. وتفرطها وتعطيها أعلاف لمختلف المشاريع إنتاج الحيواني نعم. هذا كله دعم يعني تستلم بسعر اولا دعمت المنتج أي. كمزارع واخذتها ونوبتها للمربي والحيوان اعطيتها للمربي زي. وبالتالي قاعد تشوف انت بذور انت داعمها دعمت الفلاح منظومات مدعومه أي. داعم المزارع مستلم منه ذره زي. مستلم منه حنطه زين ومسوق والنوبه تدعم المواطن بالحصه التموينيه ما مخرجات الـ البطاقه